ذهبت بعض الأنظمة العربية بعيداً في إيجاد أساليب لتعذيب معارضيها. يعلق الإنسان من رجليه ويضعونه تحت إناء عادة يكون مملوءاً بالماء الوسخ. وفي أحيان أخرى وظفت قدراتها هذه في تعذيب معارضي حلفائها. وبمرور الزمن تزايدت الحاجة إلى تطوير أساليب التعذيب لتصبح أكثر نجاعة وقدرة على التحايل على قوانين الدفاع عن حقوق الإنسان. طبيبان نفسيان ليس لديهما خبرة في أساسيات العمل المخابراتي، تم اختيارهما لتطوير برنامج الاستجواب. كل هذا يضع الجسم في حالة توتر عالية ويؤدي إلى مضاعفات في الجسم. في هذا الفيلم سنتتبع تطور أساليب التعذيب التي مورست على عرب ومسلمين من قبل أنظمة عربية وأجنبية، وكيف تؤثر هذه الأساليب على جسم الإنسان وعقله، وكيف تحالف سياسيون وأطباء وحقوقيون في شرعنة التعذيب. بثت قناة الحوار التونسية في كانون الثاني يناير عام 2015 ترويجاً لحلقة من برنامج لا باس، والتي جمعت بين أحد ضحايا سجون الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ويدعى منذر العرفاوي مع أحد سجاني وزارة الداخلية ويدعى كمال المريحي، حيث اعترف الأخير بممارسة التعذيب ضد المعارضين بحجة الحفاظ على أمن الدولة. احنا مناظري الدولة. انت تعتبر روحك وقت اللي علقت المنظر انت تقوم بعملك كما يجب. السرق 20 سنة هذا تعودهم لي فلوس، تعود لي امي، تعود لي اخواتي، تعود لي بابا. كشخص تواسي منظر تعذبت في التحقيقات كما اي واحد دخل الحبس. او سامحني في سؤال، ما يقولوش تعذبت، يقولوا تعلقت. ماتت ناس تحت التعذيب. نقول لا نقول ماتت ناس تحت التعذيب. أثارت اعترافات رجل الأمن هذا موجة انتقادات للداخلية التونسية وسخطا على نظام بن علي، وهو ما دفع السلطات التونسية لمنع بث الحلقة بعد أن جعلت النيابة العامة تصدر قرارا يقضي بمنع بثها، معتبرة تصريحات السجان تمردا على مفهوم الدولة والقانون. منع عرض الحلقة بعد بث ترويجها دفعنا للبحث في حقيقة ما كان يدور في سجون نظام بن علي. ذهبنا للقاء أحد ضيفي الحلقة، السجين السياسي منذر العرفاوي، لمعرفة ما الذي أفصح عنه الجلاد في البرنامج. ما كانش الحلقة ذيك تمثل منذر العرفاوي مع جلاد، لا، كانت تمثل منذر العرفاوي اللي هو يعني اللي هو 40,000 سجين سياسي. يعني تكلمت أنا في الآخر، متكلمش في منظر. معاد منظر تقريبا كان اسم، كان رقم، أما تكلمت كان حاضر قدامي اللي أنا مثل الشريحة هذه، مثل ابناء الحركة اللي تعذبوا كله. يعني سبحان الله، الإنسان الجلاد ما نصوروش إنسان معناته يقدر عنده في قلبه محبة، ولا عنده في قلبه يعني جلاد كأنه تخلق مش يضرب وكهو. اتصلنا بسجان كمال المريحي الذي وافق على الحديث إلينا في بادئ الأمر وحدد موعداً لذلك، لكنه سرعان ما أغلق هاتفه، ما جعل الوصول إليه مستحيلاً. وفجأة وصلنا اتصال من السجان يحدد فيه مكانا للقاء، وعند وصولنا للمكان عاد ليبلغنا رفضه القاطع للتصوير.
في بداية التسعينات من القرن الماضي، وبالتحديد عندما قرر التحالف الدولي ضرب العراق عام 1990، شهدت العاصمة التونسية عشرات المظاهرات المناهضة للحرب على العراق ومنددة بموقف الحكومة التونسية وقتها وتأييدها للحرب. زج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون، ومورست عليهم وسائل تعذيب قاسية لم تمح من ذاكرة بشير الخلفي، أحد أبرز المعتقلين آنذاك، والذي اصطحبنا إلى سرداب سجن الناظور في مدينة بنزرت، حيث قضى بعضاً من سنين الاعتقال. 36 درجة باش توصل للأسفل هذا السرداب. في الفضاء هذا هنالك من قضى 3 أشهر متتالية، هنالك من فقد بصره، من سقطت كل أسنانه، من معناها نسل شعره. هناك هذا الفضاء يمثل بالنسبة لتونس، وخاصة الذين عارضوا النظام السياسي، يمثل ذاكرة كبيرة برشا. اقتيد الخلفي وآلاف المعتقلين إلى أماكن التحقيق المنتشرة في تونس لتجري عليهم ممارسة أساليب تعذيب تميز بها النظام التونسي عن غيره. أولاً لابد أن تحصل على وابل من الشتائم والاستهجان والاحتقار والوعد والوعيد وأنواع الشماتة وقدر من الضرب العشوائي، ثم بعد ذلك تبدأ التحقيقات يعني الرسمية من خلال محقق فتسأل وتجيب، وعند الإنكار يبدأ أنواع التعذيب، التعليق والضرب بالعصيب. تقريباً من 3 من الساعة 3 بعد الظهر وأنا معلق إلى غاية 4 صباحاً. التعذيب احنا نسميه الدجاجة روتي، يعني هذا يقع ربط يدي الإنسان وساقيه ووضع عصا بين تحت رجليه ويعلق بين طاولتين، فيكون كأنه دجاجة يعني ملفوفة، وتكون ساقيه يعني مهيئة للضرب، فيتركونه فترة معلقا على تلك الحالة حتى يشعر بالألم أكثر. بدأت عملية الأرجوحة وبدأ العرق يتصبب من جسدي، أغمى علي أكثر من 3 مرات وأنا على حالتي تلك. استمر ذلك الوضع إلى 4 هذه وجبة يعني تقريباً مع أغلب من يبدأون التحقيق معهم. بالإضافة إلى أسلوب الدجاجة المشوية وقلع الأظافر والضرب المبرح، تميز نظام بن علي بأسلوب تعذيب آخر يطلق عليه البانيو أو البرميل. يعلق الإنسان من رجليه ورأسه إلى الأسفل، ويضعون تحته إناء عادة يكون مملوءاً بماء وسخ، وفي كثير من الأحيان يكون نجاسة، ويضعون رأسه في ذلك الإناء إلى أن يفتقد تقريباً كل الأكسجين بتنتعه، وقت يخرجوه ويعاودوا يرجعوه. بعد محاولات إقناع حثيثة، وافق أحد ضباط وزارة الداخلية التونسية على التصوير معنا مشترطاً إخفاء هويته، حيث حاول إقناعنا بمبررات ممارسته التعذيب على المعارضين السياسيين. يعني مارست التعذيب أما مش حاجة اختيارة، وكنت نخدم تحت نظام معناه دولة،
بصيف عليه باش نخدم على الهيكل لدي معناها اللي انا نخدم تحتها ويلزمني معناها نأدي واجبي وذلك لحفظ حقوق الحقوق والنظام العام في البلاد معناها. اذا التعذيب هو يصير في اماكن الاحتجاز، اماكن الاحتجاز في المؤسسات الامنيه او السجنيه او شبه الامنيه والسجنيه، وهو سلوك وممارسه تحدث في سياق غياب مساءله وغياب محاسبه وفي سياق تبرير وتبسيط وقبول المجتمع او المؤسسات الرسميه للدوله بمثل هذه الانتهاكات. في فترة التسعينيات هذيك وفترة المالية أكيد كنا نحبوا الكشف عن تنظيمات المناهضة للنظام، كنا أيضا نريد الكشف عن طريق الأبحاث عن المخططات والمعلومات الخطيرة اللي كانت تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر الأمن العام. لم يكن رجال الأمن وحدهم من شارك في التعذيب، بل إن بعض الأطباء كان لهم دور بارز في مسلسل التعذيب الذي شهدته السجون التونسية. كنا على اتصال بالأطباء وكانوا يجيوا يفحصوا في المتهمين وكانوا يتابعوا في الحالات نتاعهم، كانوا يكونوا حاضرين على الأطباء. في تونس بعض الأطباء ساهموا بالحضور وبتوجيه المعذبين الجلادين حتى لا تتم فظاعة، يعني حتى لا يتم موت أو كوارث طبية. ذكر بعض الأطباء كعناصر حاضرة أثناء التعذيب وقدمت النصح والاستشارة إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو بالتغطية على تقارير تعذيب وقع تحويلها إلى تقارير طبية عادية. وهنالك من قتل تحت التعذيب وسلموهم لأهاليهم وتمت جنازات باهتة جدا لأنه يمنعوا الأهل من حضور الجنازة. تونس ليست الوحيدة في العالم العربي التي يمارس فيها التعذيب بحجة الحفاظ على نظام الحكم، فقد كشف تقرير عولمة التعذيب الصادر عن مؤسسة المجتمع المفتوح أن الدول العربية لم تكتفي بممارسة التعذيب لأجل تثبيت نظام حكمها، بل مارست التعذيب نيابة عن حلفائها أيضاً، وهو ما استفادت منه وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، حيث يكشف التقرير أن 13 دولة عربية تواطأت مع الاستخبارات الأمريكية في حربها على ما يسمى الإرهاب. في إحدى جلسات التحقيق كنت في سجن باجرام، كان يقف حولي مجموعة من المحققين من الجيش والFBI والاستخبارات المركزية، وكان ثمة ضوء قوي موجها إلى وجهي. كانوا جميعهم يدفعونني ويسألونني أسئلة مختلفة في ذات الوقت. كانوا ينتظرون مني أي معلومة ليقدموها لقادتهم ليظهروا أنهم قد ألقوا القبض على إرهابي. فكرت ما الذي أستطيع فعله ولم أجد شيئاً، حتى أن أحدهم هددني وقال إن لم تتعاون معنا سنرسلك إلى إحدى دول الشرق الأوسط، إما سوريا أو مصر للتحقيق معك. هم يعلمون كوني مسلماً أعلم سياسات تلك الدول، لا أحد يرغب أن ينقل إلى تلك الدول، فتلك الدول تتفنن في أساليب التعذيب. أصدر المحقق السابق في الاستخبارات الأمريكية جلين كارل عام 2011 كتاباً أسماه المحقق، ذكر فيه أن الاستخبارات كلفته بالسفر إلى بلد لم يفصح عنها للتحقيق مع معتقل وصفته حينها بالمسؤول المالي لزعيم تنظيم القاعدة. لم يذكر الكتاب اسم المعتقل واكتفى بتسميته بكابتوس، وهي كلمة لاتينية تعني المقبوض عليه. اعتبرناه من أهم عناصر القاعدة ومن كبار مسؤوليها. اعتقدنا حينها أن بإمكانه أن يوصلنا إلى أسامة بن لادن، وإن لم يستطع ذلك فإن لديه بعض المعلومات التي قد تمكننا من القضاء على القاعدة. طلبوا مني أن أشارك في الاستجواب وكلفت بالعمل. أشار إلي أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية بإصبعه وقال: ستعمل ما بوسعك لإرغام الرجل على الحديث، هل فهمت؟ فاجأني كلامه وقلت له: على الأقل نحن بحاجة إلى أمر من الرئيس لفعل ذلك. فرد علي: لدينا ذلك الأمر.
ملوحاً بوثيقة كانت بيده، وهذه الوثيقة باتت تعرف بمذكرة التعذيب. The document turns out to have been what's now called the torture memo. وصف كارل المعتقل بالمتعاون، وأبلغ الاستخبارات أن من أطلق عليه كابتوس ليس هو الشخص الذي كانوا يعتقدونه. لم تقتنع الاستخبارات المركزية بأسلوب كارل في التحقيق، وأرسلت فريقاً آخر ليتولى المهمة، ولكن هذه المرة بأسلوب أكثر عنفاً، وكان يحدث أمام كارل نفسه. جردوا معتقلي من ثيابه، رغم أنه كان تحت قبضتنا لفترة طويلة. لم يكن يمثل أي خطر علينا في ذلك الوقت. بعدها بدأوا بالتقاط بعض الصور له وهو عار. سألتهم ما الذي يفعلونه ولماذا؟ ردوا علي بأنهم يتأكدون من هويته. أعلم أن غرضهم لم يكن التأكد من هويته، وإنما هو نوع من الهيمنة والإدلال. الرجل تحت سيطرتنا منذ 6 أسابيع، هذا جنون. أجابني حينها: هذا أسلوبنا في التحقيق. كان الكثير من المحققين يحتشدون حول المعتقل، كانوا يتصرفون بجنون. كل ذلك كان نوعاً من الإدلال وجعل المعتقل يشعر بأنه لا يستطيع المقاومة أو فعل شيء. هذه التصرفات من أساليب التعذيب التي ينتهجونها. ثم بعد ذلك قاموا بتكبيله كأنه دجاجة مشوية، ثم خدروه وأخذوه إلى الطائرة. لم يذكر كارل اسم الدولة التي أرسل إليها، لكن من خلال قراءتنا لكتابه اتضح لنا أن تلك الدولة تتحدث بلغتين، العربية والفرنسية. هل أعطيتنا بعض التفاصيل عن تلك الدولة؟ لا أستطيع أن أفصح عن اسم الدولة التي قمنا بتلك العملية فيها. العديد من الصحفيين والقراء حاولوا التعرف على اسم الدولة من خلال قراءتهم للكتاب. سأترك الأمر لهم للتخمين. كشفت مجلة هاربرز الأمريكية تحقيقاً في يوليو عام 2011 أوضحت فيه أن الشخصية التي أسماها المحقق كارل بيكابتوس، وكان حينها يمتلك شركة حوالة مالية، هو رجل الأعمال الأفغاني حاجي باشا وزير. The references in Glenn Carl's book to. كان واضحاً أن الشخصية التي تحدث عنها غلين كارل في كتابه، واعتبره ممولاً لبن لادن وكان يملك شركة حوالات مالية في تلك الفترة، كان واضحاً أنه يتحدث عن حاجي باشا وزير. فقد حاولت أن أربط ما ورد في الكتاب بالمعلومات التي لدي حول شخصية وزير، وتأكدت أنه هو المعني في كتاب كارل، وكذلك فعل بعض الصحفيين مثل ما فعلت. جمدت الاستخبارات المركزية حسابات حاجي باشا وزير وحسابات شركته في العديد من دول العالم، وقد سافر وزير إلى إحدى الدول العربية التي جمدت حساباته في بنوكها لمحاولة معرفة الأسباب، لكن عملاء الاستخبارات المركزية لم يمنحوه الفرصة لمعرفة ذلك. تم اعتقاله لحوالي 8 سنوات، وفي العام 2010 أفرج عنه. علمت مؤخراً أنه قد قيل له حين الإفراج عنه أن يلزم الصمت وأن لا يتحدث عما جرى. بعد محاولات استمرت 2 شهر، اتصلنا بحاجي وزير الذي أكد لنا ما جرى له، لكنه رفض إجراء مقابلة معنا خوفاً على حياته ومصالحه الاقتصادية. متحف التعذيب في العاصمة الهولندية أمستردام يعكس حرص الأنظمة السياسية منذ القدم على تطوير أساليب التعذيب واستخدامها كوسائل لقمع مواطنيها، حيث كانت تعذبهم حتى الموت انطلاقاً من مبررات كثيرة. يعتبر التعذيب جزءاً من القانون الجنائي منذ القدم،
وقد استخدم كثيرا في العصور الرومانية وهو جزء من النظام القضائي. وقد ساد اعتقادنا أن الطريقة الوحيدة للحصول على معلومات حول الجرائم أو معلومات عسكرية هي من خلال إحداث الألم، خاصة أثناء الحروب الدينية الأوروبية وما بات يعرف حينها بجريمة المهرطقين أو المرتدين أو جريمة الساحرات، حيث كان يعتقد أن الأشخاص مسكونون بالشيطان. كانت تستخدم أساليب تعذيب خاصة على الناس، ليس فقط للحصول على معلومات وإنما لتنقيتهم من الشر. لذا فإن الهدف من التعذيب كان لغرضين، أولهما الحصول على معلومات والآخر لتنقية النفس. وفي العصر الحديث واصلت بعض الدول تطوير أساليب التعذيب لتتلائم مع القرن 21، كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على ما يسمى الإرهاب. إنه نوع من الجنون. طبيبان نفسيان لا يعملان في الاستخبارات الأمريكية، وليس لديهما خبرة في أساسيات العمل الاستخباراتي، ولم يتلقيا أي تدريب في عمليات الاستجواب، كما أنه لا توجد لديهما خبرة في قضايا الإرهاب. تم اختيارهما لتطوير برنامج الاستجواب. استعرض تقرير يقع في 500 صفحة أصدرته لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي في كانون الأول ديسمبر من العام 2014 أساليب الاستجواب المعززة بالتفصيل، متهماً طبيبين نفسانيين بتطويرها دون ذكر اسميهما الحقيقيين، واكتفى بتسميتهما بسويغرت ودنبر، ما جعلنا نبحث عن الطبيبين ونحاول معرفة الدور الذي أوكل إليهما. الدكتور ميتشل والدكتور بروس جيسون طبيبان نفسانيان تم التعاقد معهما من قبل الاستخبارات المركزية، وهما المسؤولان عن تطوير وتطبيق برامج التعذيب التي تتضمن أساليب الاستجواب المعززة. ورد ذكرهما في العديد من الوثائق، حتى أن جيمس ميتشل اعترف في إحدى المقابلات بأنه قد تم التعاقد معهما من قبل الاستخبارات الأمريكية لتطوير وإدارة أساليب الاستجواب المعززة. كلاهما قام بتطبيق تلك الأساليب. حاولنا الاتصال بالطبيب جيمس ميتشل للمشاركة في هذا التحقيق، لكنه رفض الحديث إلى الجزيرة. ثم بعد عدة أشهر حاولنا مرة أخرى الاتصال على الأرقام ذاتها، ولكن دون جدوى. وفي مقابلة هي الوحيدة بعد اتهامه بالتعذيب، رفض ميتشل التعليق على دوره في تطوير أساليب الاستجواب المعززة بحجة وجود اتفاق بينه وبين CIA يمنعه من الحديث. كان بودي الإجابة على سؤالك، ولكن هناك اتفاقية تمنعني من الكشف عن أي معلومة حول هذه القضية. يشير تقرير الكونغرس إلى أن الطبيبين أكدا لمستشاري بوش القانونيين أن هذه الأساليب لا تترك آثاراً على أجساد المعتقلين، وأنها فعالة وآمنة ولا تؤدي إلى وفاة المعتقلين. هذه الإجراءات تم تطويرها لتكون آمنة وتتوافق مع قوانيننا ودستورنا وكل الاتفاقيات التي صادقنا عليها. قامت وزارة العدل بمراجعتها بتمعن وقررت أنها قانونية. تتسبب أساليب الاستجواب المعززة في أضرار نفسية وجسدية طويلة المدى على الضحايا، كما أنها في بعض الحالات قد تؤدي إلى الموت. يذهب تقرير الكونغرس إلى أن الاستخبارات الأمريكية باشرت ممارسة أساليب الاستجواب المعززة أول مرة على المعتقل أبو زبيدة بعد أن حصلت على مذكرة من المستشارين القانونيين للبيت الأبيض في 26 من تموز يوليو عام 2002، سمح فيها باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق والتي باتت تعرف بمذكرة التعذيب.
تولت الاستخبارات المركزية التحقيق مع أبو زبيدة وبدأت تمارس عليه أساليب وحشية. تصاعدت تدريجياً إلى أن وصل بهم الحال إلى استخدام أساليب الاستجواب المعززة، حيث إن أسوأ مراحل الاستجواب تمت في الفترة ما بين 24 من أغسطس آب من عام 2002. في هذه الفترة كان التحقيق يتم معه على مدار الساعة من قبل مسؤولي الاستخبارات المركزية. وحسب تقرير الكونغرس الأمريكي، فإن الاستخبارات الأمريكية وقبل بدء مرحلة التعذيب القاسية في آب أغسطس عام 2002 وضعت أبو زبيدة في زنزانة انفرادية بيضاء وعزلته عن العالم الخارجي تماماً. كان أبو زبيدة مقيد اليدين والرجلين، فتارة يتم ربط يديه إلى السقف وتارة أخرى يتم ربطه إلى الحائط بطريقة تضاعف الألم. ويواصل التقرير موضحاً أنه في صباح 4 أغسطس لعام 2002 وفي أحد السجون السرية، دخل أحد أفراد الحراسة إلى المكان الذي كان أبو زبيدة محتجزاً فيه، فأمسكه من وجهه وطالبه بتقديم معلومات حول تنظيم القاعدة. بعدها لف محرماً حول عنقه ودفعه بقوة إلى الحائط. ولمضاعفة التعذيب النفسي عليه، تم إدخال صندوق جنازته إلى زنزانته، مهددين بأن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الزنزانة ستكون في صندوق الجنازة هذا. سافرنا إلى كاليفورنيا للقاء الدكتور سكوت آلان، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا والخبير في مخاطر أساليب الاستجواب المعززة، لمعرفة كيف يتفاعل جسم الإنسان مع أساليب التعذيب. إذا تم استخدام أساليب الاستجواب المعززة أو أي أساليب أخرى، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة التوتر عند الضحية بدرجة عالية، وهذا يؤثر سلباً على جسم الإنسان. فكلما زاد التوتر والإجهاد، كلما زادت سرعة ضربات القلب لتصل إلى مستوى مضر بالجسم. وبالمثل قد يصاحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم إلى درجة قد تهدد حياة الإنسان. يكشف تقرير الكونغرس الأمريكي أن أبو زبيدة تعرض لأسلوب يسمى الإيهام بالغرق لما يزيد عن 83 مرة، تقيأ خلالها عدة مرات، وعادة كان يتم التعذيب تحت إشراف طبي للتأكد من قدرة المعتقل على تحمل تلك الأساليب. هذا الأسلوب يفقد الإنسان قدرته على الحركة ويخفض معدل الأكسجين في الجسم مع تزايد التوتر والإجهاد. يصاحب ذلك ارتفاع ثاني أكسيد الكربون ويبدأ الإنسان يشعر بالغرق. كل هذا يضع الجسم في حالة توتر عالية، ما يؤدي إلى مضاعفات في جسم الإنسان، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض القلب. تم بعدها وضع أبو زبيدة في صندوق صغير لمدة 29 ساعة، وتم إقفال الصندوق بإحكام، ثم وضعوا قطعة قماش على الصندوق لمنع وصول الأكسجين إليه. من أقسى أساليب ضبط حركة الشخص وضعه في صناديق صغيرة، حيث يكون الشخص في حالة انحناء مؤلمة في الصندوق ثم يتم إقفاله. أسلوب مؤلم جداً أن يتم دفع الشخص داخل هذا الصندوق بطريقة تشعره بأنه حيوان. عادةً ما يكون المعتقل عارياً، وتكون درجة الحرارة في الصندوق إما مرتفعة جداً أو شديدة البرودة. لم يوجه لي أبو زبيدة أي اتهام، وحسب علمي لن توجه إليه أي تهمة مستقبلاً. إدارة الرئيس أوباما تتوقع أنه شخص لن توجه إليه أي تهمة، ولكن سيتم وضعه في السجن إلى الأبد. أما إذا ما أردنا معرفة السبب وراء إبقائه في السجن مدى الحياة، فلنقرأ ما ورد في تقرير التعذيب الصادر عن الكونغرس.
حيث تم الكشف أن المحققين طالبوا ببعض الضمانات أنه إذا ما تم ممارسة هذه الأساليب على هذا الرجل فلا بد أن يبقى معزولاً عن العالم الخارجي مدى الحياة. هذه كانت رغبتهم عندما بدأوا ممارسة هذه الأساليب وقد نجحوا في ذلك. أصدرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريراً كشفت فيه أن الأطباء لم يمارسوا التعذيب فحسب بل ذهبوا لما هو أبعد من ذلك. التقرير الذي أعده ضيوفنا ناثانيال دايمون والدكتور سكوت ألان وشارك فيه ألان كيلر اتهم الأطباء بارتكاب جريمة أخرى هي إجراء تجارب بشرية على المعتقلين لمعرفة مدى تحمل جسم الإنسان للتعذيب قبل وصوله إلى الموت. I remember one occasion, for example, that I had an anxiety attack. أتذكر في إحدى المرات أصبت بنوبة اكتئاب حادة. فقررت السلطات العسكرية الأمريكية أن يأتوا بطبيب نفسي لمساعدتي وتقديم النصح لي فيما يتعلق بحالة الاكتئاب التي أصابتني. فكان ما حصل من أغرب الأشياء التي صادفتها في حياتي. جلست الطبيبة النفسية أمامي في زنزانتي وهي في زيها العسكري وقالت: هل فكرت بأن تخلع سروالك وتربطه بملاءة السرير وتلفه حول عنقك ثم تربط الطرف الآخر إلى سقف الزنزانة وتقفز؟ كان جوابي: لم أفكر بذلك من قبل إلا بعد أن حاولت إقناعي بذلك. بعد إطلاق سراحي من غوانتانامو صدمني خبر انتحار 3 معتقلين في غوانتانامو بنفس الطريقة التي وصفتها لي الطبيبة النفسية. نحن نعلم أن الأطباء النفسيين وخاصة ميتشل وجيسون لم يطوروا برنامج أساليب الاستجواب المعززة وحسب، بل شاركوا بممارسة التعذيب في بعض الحالات، فقد قاموا بممارسة تلك الأساليب على بعض المعتقلين. كما نعلم أن بعض الأطباء الآخرين كانوا حاضرين أثناء ممارسة التعذيب للإشراف على تطبيق تلك الأساليب. إذن هم ارتكبوا جريمة أخرى لتبرير جريمة التعذيب، لأن هذه الأساليب التي تم استخدامها محرمة طبياً وتحرم على الأطباء تعذيب الناس. هذا يعني أن الأطباء قاموا بتجربة هذه الأساليب ليقولوا إنها ليست أساليب تعذيب. على الرغم من المخالفات القانونية التي ارتكبها الأطباء ومستشارو بوش القانونيين في تقنين أساليب التعذيب، إلا أن إدارة بوش وضعت قوانين وحصنات تحمي كل من شارك في برنامج أساليب الاستجواب المعززة، غير أن إحدى محاكم إسبوكن في ولاية واشنطن قبلت مؤخراً دعوى مرفوعة ضد الأطباء مهندسي تلك الأساليب. رفعنا قضية ضد ميتشل وجيسون لتورطهما في تطوير برنامج أساليب الاستجواب المعززة التابع للاستخبارات الأمريكية. طلب محامو ميتشل وجيسون بإسقاط القضية، لكن القاضي رفض مطالباتهم تلك وأمر بأن تأخذ القضية الإجراءات القانونية في المحاكم ليتم تقديم الوثائق والأدلة من قبل الطرفين. بعد ذلك سيتم النظر في القضية أمام المحكمة. بعد أن نجح المحامي واتس في رفع قضية ضد الأطباء يتطلع ضحايا أساليب الاستجواب المعززة لمحاكمة مستشاري بوش القانونيين لتورطهم في تقنين التعذيب والسماح بممارسته. يوجد الكثير من الأدلة التي تثبت أن أمريكا تورطت في التعذيب، والإيهام بالغرق هو إحدى جرائم التعذيب التي ارتكبتها، كما أن هناك أدلة كثيرة في تقرير لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي والتي توثق بالتفصيل أساليب التعذيب التي مارستها الاستخبارات الأمريكية على معتقليها. ولذا فإن من يدعي أن أمريكا لم تمارس التعذيب فهو مخطئ.
كان لابد من إيجاد صيغة قانونية تشرعن التعذيب لإدارة بوش. وهنا جاء دور مستشاريه القانونيين، وفي مقدمتهم جون يو وجاي بايبي وغيرهم ممن أجاز تلك الأساليب. كتب محامو وزارة العدل ومستشارو بوش القانونيون المذكرة سيئة السمعة التي أطلق عليها اسم مذكرة يو بايبي. هذه المذكرة توضح أن إدارة بوش لا تعتبر تلك الأساليب أساليب تعذيب، لأنها لا تسبب ألماً ولا معاناة جسدية ونفسية طويلة الأمد. هذا بحد ذاته دليل على أنه تم استخدام أطباء لإثبات أن تلك الأساليب لا تسبب معاناة عقلية وجسدية. عندما تستخدم القانون بهذه الطريقة لتبرير التعذيب، فهذا يعني أنك لا تعذب لمجرد التعذيب، وإنما تقوم بذلك لغرض الحصول على معلومات استخباراتية لحماية الأمن القومي. وهذا أيضاً يعني أننا لا نعذب بقصد التعذيب والألم، وإنما للحصول على معلومات قد تنقذ الأرواح. قام بعض المحامين الفاسدين المتلاعبين بالقانون لإرضاء مدرائهم بتبرير تلك الجرائم رغم أنها تعد جريمة دولية. فعلى سبيل المثال، نحن كحكومة اعتبرنا أسلوب الإيهام بالغرق جريمة أثناء الحرب العالمية الثانية، أي قبل وقت طويل. تقرير الكونغرس والعديد من التقارير الطبية أثبتت بالدليل القاطع أن أساليب الاستجواب المعززة لم تفضي إلى معلومات استخباراتية ساعدت في منع أي هجوم محتمل على الولايات المتحدة ومصالحها في العالم. تصرفت الاستخبارات الأمريكية بناءً على معلومات خاطئة، حيث أوهمت موظفيها والمتعاقدين معها بأن ما يقومون به سيساعد في الحصول على معلومات استخباراتية مهمة، وأن أساليب التحقيق تلك فعالة بينما هي عكس ذلك. في أيار مايو من العام 2009 نشرت منظمة Human Rights Watch تقريراً مثل صدمة لمجلس الأمن الدولي وللعالم، حيث كشف أن قرار غزو العراق في عام 2003 بني على اعترافات انتزعت تحت التعذيب من أحد معتقلي الاستخبارات المركزية الأمريكية في السجون المصرية السرية ويدعى ابن الشيخ الليبي. ادعى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول في جلسة أمام مجلس الأمن بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. تلك الدعوة بنيت على معلومات استخباراتية انتزعت تحت التعذيب من أحد معتقلي الاستخبارات الأمريكية. اعتقل ابن الشيخ الليبي في باكستان عام 2001، وتم ترحيله إلى مصر في العام 2002، حيث قضى فيها ما يقارب 3 أعوام وهو تحت التعذيب. وفي عام 2006 تم تسليمه للسلطات الليبية التي أودعته سجن أبو سليم المعروف، ثم وجد مقتولاً في السجن في أيار مايو عام 2009. أخبرني ضابط استخبارات من CIA والFBI عن قضية معتقل سابق اسمه ابن الشيخ الليبي، كان في نفس الزنزانة التي كنت فيها، وقد تم التحقيق معه ورفض التعاون معهم فأرسلوه إلى مصر. علمت بعدها أنه تعرض للتعذيب في مصر واعترف تحت التعذيب بأنه من عناصر القاعدة، وأنه يعمل مع صدام حسين للحصول على أسلحة دمار شامل، وقد تم استخدام هذه المعلومات من قبل الأمريكيين لتبرير غزو العراق. قلت في مناسبات عدة أنني متأسف جداً لأن بعض المعلومات التي قدمتها لمجلس الأمن من عدة مصادر كانت خاطئة. أعترف أن هذه وصمة عار في حياتي ولا أستطيع تغيير ذلك. أمريكا ليست وحدها من يتبنى التعذيب وتطوير أساليبه، فقد شهدت العاصمة البريطانية في أيلول سبتمبر 2013 تظاهرات تندد بتواطؤ الحكومة البريطانية مع شركات تصنيع أدوات التعذيب والسماح لها بعرض تلك الأدوات في معرض DSEA لبيع الأسلحة في لندن. حاول المتظاهرون منع سير أعمال المعرض، لكن السلطات قامت بتفريق تلك التظاهرات واعتقلت العديد منهم، متهمة المنظمين بتعطيل حركة السير العام في العاصمة.
أثناء فعاليات معرض بيع الأسلحة DSEI في لندن عام 2013 نشرت صور فوتوغرافية تحوي أدوات تعذيب يتم الترويج لها في المعرض. وعندما علم الناشطون بوجود تلك الأدوات المحرمة قانونياً في المعرض قاموا بإغلاق المدخل الرئيسي إلى المعرض وحاولوا إيقاف فعالياته. ألقي القبض علي مع مجموعة من الناشطات عندما حاولنا اعتراض حافلة. قفز بعضنا أمام الحافلة والبعض الآخر تحتها في محاولة لإغلاق الطريق لعرقلة سير عمل المعرض وتأخير فعالياته. قررت الشرطة إلقاء القبض على كل من قام بإغلاق الطريق وكنت واحدة منهم. تم اقتيادنا إلى أحد مراكز الشرطة وتم تحديد موعد للمحاكمة في فبراير، أي بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلال تلك الفترة قامت مجموعة من الناشطين بشن حملة ضد معرض بيع الأسلحة DSEI وفضح نشاطاته وتواطؤ منظمي المعرض مع التعذيب والحرب. نجح المتظاهرون في الضغط على منظمي المعرض بطرد شركة صينية وأخرى فرنسية كانتا قد عرضتا أدوات تعذيب في المعرض. وأصدر منظمو المعرض بياناً ورد فيه: عندما بلغنا قيام الشركة الصينية تانجين والفرنسية ماك فورس انترناشونال بخرق القانون البريطاني قمنا بطردهما من المعرض وتمت إحالة قضيتهما إلى السلطات المعنية للنظر فيه. القانون البريطاني يأخذ قضية التعذيب على محمل الجد، وقد تبنت بريطانيا كافة القوانين الدولية التي تحرم التعذيب، وهناك منذ العام 2004 لوائح تحرم حتى الإعلان والترويج لأدوات التعذيب. ولكن ما هي أدوات التعذيب التي عرضت في لندن واستفزت الناشطين؟ ذهبنا إلى مقر الشركة الفرنسية في باريس لمعرفة الإجابة على هذا السؤال. رفضوا التصوير ودار بيننا التالي: We are making a documentary focusing on torture in prisons. They talked about some the companies who make torture tools. But we don't make. Eventually, maybe we trade, but we don't make. Trade. Okay. We don't have any factories. So. Brilliant. Okay. In 2013, yes, Mac Force International was withdrawn from EC. We need really to talk about this incident. Okay. Frankly, I. Can't give you any specific explanation apart from the fact that we are selling something like 7 different kind of products. So okay. Maybe these 7, there may be one problem with. I think it was a kind of minute. How do you call that? The handcuffs. Yes. So and let me check. Yeah. Because I was there later on. Okay. So I wasn't there at that time with the company. Okay. The trouble is that there are some people that are outside because we don't. They're not here. وهكذا حرصت أنظمة حاكمة على تطوير أساليب التعذيب للرفع من جدواها، وراحت تبني تحالفاً مع أطباء وقانونيين يهدف لإخفاء آثارها والتصدي لملاحقته قانونياً. ورغم ذلك تم فضح هذه الجرائم ووجد بعضها طريقه إلى العدالة. ولكن هل هناك ما يبرر ممارسة التعذيب في دولة تدعي احترام حقوق الإنسان؟ السبب وراء تصدير التعذيب إلى دول أخرى هو أنه بإمكاننا أن نقول بأنهم هم من يمارسوا التعذيب، هم من يقوموا بهذه الأعمال السيئة وليس نحن. بكل بساطة نريد التنصل من مسؤولية التعذيب وأن نقول هم من يعذبون وليس نحن. مطالب ومبادئ اتفاقية جنيف واضحة، والولايات المتحدة خرقت بنود الاتفاقية. ما فعلوه كان خطأً بالتأكيد، ودون أدنى شك كان عملاً وحشياً وسيظل نقطة سوداء في قيمنا الوطنية.